ترددت على مسامعنا جملة أن الآباء هم المعلمون الأوائل وأن البيت هو المدرسة الأولى للطفل. بحسب الدراسات التربوية والاجتماعية فإن للوالدين دور كبير في تطور وصقل شخصية الطفل، إذ يقتصر دورهما على تقديم الرعاية والمتطلبات الأساسية، فهي تمتد لتشمل تلبية احتياجاته النفسية، والوالدان هم أكثر الأشخاص قدرة على تقديم الدعم اللازم لأطفالهم. تعد السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل ذات أهمية كبيرة، فهي البنات الأساسية لنمو الطفل وتعلمه وتطوره في المستقبل، إذ يتطور الدماغ بمعدل سريع خلال السنوات الأولى، بحيث تنمو أكثر من مليون شبكة عصبية كل ثانية. وفي سن الخامسة يتطور حوالي 85% من أفكار ومهارات وشخصيات الطفل. كما أن حساسية الطفل تزداد بالمؤثرات الخارجية مع نموه، حيث تشير الأبحاث إلى أن التجارب المبكرة بما فيها التفاعلات التحفيزية المتبادلة بين الأهل والطفل لها أثر مباشر على كيفية تطوير مهاراته في التعلم، فضلاً عن قدراته المعرفية والاجتماعية والعاطفية. وفي الحقيقة فإن مثل هذه التجارب قد يدوم أثرها مدى الحياة. ومعنا اختصاصية التربية نور المصري حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. صباح الفل لك نور، وأهلا وسهلا بك معنا. أهلا فيك، صباح الخير. أهلا بك نور. يعني كما لاحظنا تربط الدراسة بين العلاقة ما بين الطفل والوالدين، ما رأيك بذلك؟ مزبوط. هلأ العلاقة الأم والأب ويعني الوالدين بالطفل كتير مهمة، وعنا هي بتبلش من الحياة أو من أول يوم بحياة الطفل، فكتير مهم يكونوا على توافق، وإحنا نبلش نمشي شوي شوي كيف إحنا نقدر نربي أبنائنا، وعلى اتفاق كيف نربي أولادنا بطريقة صح من فترة الطفولة وحتى الوسط وإلى المراهقة. نعم كتير مهم. زي ما حكيت في عنا اتفاقيات وفي عنا أدوار ما بيمثلها إلا الأم وإلا الأب، فصعب في عنا بعض التصرفات وبعض السلوكيات أو بعض الأمور تقدر تغطيها بس الأم لوحدها أو الأب لوحدها، خاصة بنشوف كثير في حالات عم بتصير زينها هيك لقدام، يعني زي في عنا طلاق، انفصال، وفاة، هاي الأشياء احنا ما بنقدر نغطيها كأم لحالها أو كأب لحالها. هل تعتقد أنه هذه الأشياء اللي ممكن تصير مثل ما تفضلتي الطلاق وما غير ذلك، هل ممكن يأثر على التطور العقلي للطفل في السنوات الأولى؟ طبعا. هلأ الأهل هم البنية الأساسية بحياة الطفل، إذا كان في عنا اختلال أو عدم وجود أو طلاق أو انفصال أو أي حالة من حالات عدم وجود الشخصين بحياة الطفل بيأثر سلبيا عليها، لأنه أول شيء بيصير يقارن حاله بينه وبين أولاد تانين أو أقرانه أو أصحابه بالمدرسة أو بأي مكان. ثاني شيء وهو أهم من أنه يقارن، رح يحس حاله أقل وأضعف بعدم وجوده، لأنه زي ما حكيت في جزء ما بيغطي إلا الأم إلا الأب، الأمان، الاستقرار، الحنية، في أشياء وقرارات سواء مهمة أو بسيطة ما حدا بيقدر يوفرها لحاله، لازم يكون يعني خيار مشترك بين التنين، وقرار هذا يعني يكملوه ويطبقوه على طفلهم، فبيأثر عليه من ناحية عقلية، سلوكيات، من جميع أنحاء أو جميع أجزاء الحياة مع أطفالهم. نعم. طب كيف من وجهة نظرك يتم تقسيم الأدوار بين الأب والأم باتجاه الطفل؟ هلأ ما بنقدر نحكي خلص واحد اثنين ثلاثة أنت عليك وأنا خلص برفع إيدي أو العكس، لازم يكون في عنا انسجام. يعني كثير إحنا بنلاحظ هاي المشاكل إنه أنت احكي لا فالأب بروح بحكي نعم أو على أي سلوك في حياة الطفل. مزبوط. فهي بعنا إياها، يعني مو هي هذا الشيء مو حلو، خليني أحكي أو ما بفضل إنه الأهل يتبعوا لي، لأنه بصير بالنسبة للطفل إنه ما في يعني في تردد في العلاقة، الأب بحكي بعدين الأم، أو بالعكس بيصير الطفل يحب الأم أو يحب الأب أكتر، أو إذا بيحكوا مثلا خلص أنا مرة هيك مرة هيك. كتير صعب، لأنه لما أنت بتختاري شريك الحياة، وهذا اللي كنت بحكيه أنه لازم تكوني مقررة على إيش أنتوا بتفكروا التنين، ولازم تطلعوا بقرارات، ما بزبط التذبذب لا أنا لا هيك، لازم يكون في عنا اتنين اتنين لا، وهذا الحكي عشان يقدر يبني طفل نتائجه او سلوكياته زي انا ما انا متربيه، زي ما انا مقرره كيف بدي اربي ابني، كيف بدي الاقيه لقدام. فهذا الحكي اذا ما كان عليه اتفاق من اولها انا والاب، كثير صعب انه رح يصير في عنا اختلال بشخصيه الطفل، بطل يقدر ياخذ قرار، ما في يعني ما في عنا هو ماشي على سلوك او على نتائج معينه بحياته.
نعم، طب بالنسبة لك ما هو التقسيم المثالي لقضاء الوقت مع الطفل خصوصا خلال السنوات الأولى من عمره؟ هلأ السنوات الأولى كتير مهمة، لأنه بتبين عن طريق الأول 5 سنين هو بتطلع بشخصية الطفل. إذا كانت شخصيته ضعيفة لعدم وجود الأهل، بالآخر هو الطفل من وين بده يتعلم؟ من وين بده يتعلم أساسيات مهارات الحياة الاستقلالية؟ لازم يعنى الأب سواء لولد أو لبنت يقدر يحاول، يعني بالنسبة للبنت فهو الأمان، بالنسبة للطفل هو الولد هو قدوة كيف بربي، كيف يشوف أبوه إنه كتير قوي كتير هيك. ونفس الشيء الأم إذا ما كانت حنونة قادرة تقدم هذا الحب، تقدم الوقت. بالنسبة لإلي مو شرط قديش نسب معينة قديش نقضي وقت مع أطفالنا، لازم يكون في اللي هو كواليتي تايم اللي هو إحنا عم نسميه. ليه؟ لأنه كتير مهم يقعدوا مش 5 ساعات والله الأب 5 ساعات الأم، لا قديش هي هاي انه ايش بيسووا بهدول الاوقات ال5 ساعات؟ نعم. شو بهم اني انا بكون اياه بنفس المكان وانا بمكان وهو بمكان والطفل مش موجود بيناتنا وما عم بقدر يشوف ايش كيف عم نتواصل، كيف لما انا عم بعرض مشكله سواء باللعب او بالدراسه او باي شيء ثاني، كيف انا عم بعمل مشكله وكيف انا عم بحلها عن طريق الاولاد، عن طريق الاب، عن طريق الام. طيب يعني ما هي من ناحية الأمور المتعلقة في المنزل، ما هي أهم الأمور التي يجب على الأهل مراعاتها بالنسبة للطفل؟ هلأ لازم نراعي أنه إحنا أنا وياه اللي هو الأب متفقين على تربية الأطفال بطريقة معينة، عدم تدخل حدا تاني. دائما بنلاحظ أنه خاصة بالعيال الكبيرة أنه العم الخال الجد والجدة بيدخلوا في تربية الطفل، وبصير أنه موضع حساس كثير. بلاحظ بيجوا بيحكوا لي أنه أنا ما بقدر أحكي لا لهدول الأفراد لأني أنا يعني بخاف يزعلوا، بس بالآخر أنا إذا بدي أزعلهم أو إذا بدي أرد عليهم بالآخر لما يعمل أي غلط بالآخر رح يرجع لتربية الأب والأم، رح يحكوا هدول أولادك هدول أولادك. فكتير مهم إنه نفصل كمان عن العيلة الممتدة إنه كيف نحكي لا لإلهم للتدخلات 100%، وهي أهم جزء لأنه أكيد الست وللعمة أو الخالي بتربي بمنظورها. وكتير مهم عدم طرح أي مشاكل أمام الآخرين، لأنه لما أنت بدك تعملي أي مشكلة قدامهم فبالنسبة لإلهم هم رح يوفروا حلول لا بتناسبني ولا بتناسب الطفل، فرح يصير فيها عليها زعل او الطفل رح يصير فيه تذبذب في العلاقات، انه حب حل العمه او الخاله او الجد او الجده وانا بالنسبه لي ما حبني او صفيت اني انا حدا سيء بحياه الطفل لاني انا ما قدمت هذا الحلول اللي بده اياها. نعم، طب برايك ما هي النصائح التي يجب ان تقدميها للاهل الان عبر شاشه المملكه حتى يستطيعوا التعامل مع اطفالهم وبالتحديد في السنوات الاولى؟ بهمني انه نحتوي الطفل، هاي نصيحه بنصحها عن جد لكل الاهالي، الاحتواء، لانه اذا حس حال الطفل مش محتوى رح يصفي يدور على بديل ثاني يقدم له هذا الاحتواء، هاي الحنيه. واحنا ما عم نحكي الاحتواء، احنا عم نجمها زي تحت شمسيه، انه هي الحب، هي يعرف نلاقي له حلول لمشاكله، نكون سهلين في التعامل. فهي الاحتواء أنا بنصحهم عن جد، الاحتواء أهم شيء بحياة الطفل، وإنه نكون قدوة حسنة، نكون قدامهم نعرف كيف نتصرف وعن جد نتفق على قرار، أي قرار نقدر نقدمه لأطفالنا منا ومن الأب يعني كوالدين. نعم، اختصاصية التربية نور المصري، شكرا لك على كل هذه المعلومات، ونتمنى يسمعوا كل هذه النصائح الوالدين إن شاء الله. شكرا كثير. شكرا لك.